انفرج السكان لتقدم الفقرة التالية وهي فاصل من الفكاهات لمحمود شقوقه. ماذا أقول؟ لعب السيلولو. ماذا أقول؟ لعب السيلولو. بتنام وأنا أظهر الليل بطوله. ماذا أقول؟ ماذا؟ وده مش رسوله. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ماذا أعيد؟ الحب ظني قبل مريض. ماذا أقول؟ ماذا أعيد؟ الحب ظني قبل مريض. وقعني منه ظلا بعيد. من نظرة واحدة واحدة خدني بإيده وقال لي يا الله نروح للولا. 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 ماذا وإلا تبقى غزل؟ ماذا؟ ماذا أقول؟ ماذا ولو ماذا أقول؟ لحب السيلول. ماذا أقول؟ لحب السيلول. بتنام وأنا أصحي الليل بطوله. ماذا أقول؟ ماذا ولو بتنصوله؟ يا أهل المحبة ما تغلبوني. ماذا أقول؟ ليه بيسلموني؟ أهل المحبة ما تعلموني. ماذا أقول؟ ليه بيسلموني؟ في اللي عيون عيونها السود رموني. والسحر جمالها جمالها خار رموني. النوم يا عيني ما بقاش يجيني. النوم يا عيني ما بقاش يجيني. النوم يا عيني ما بقاش باين نسيني ومن أقول؟ ماذا؟ ماذا أقول؟ ماذا؟ ولا مش رسوله. ماذا أقول؟ لحبيبتي لولو. عيون حبيبي في عز الظلمة بتنور. عيون حبيبي في عز الظلمة بتنور. وليلة وصال واروح تتنام تعور. ايه يا ابني؟ يا 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 يا. كلامنا بلدي بنقوله بالنحو والعمي. وكل اللي موجودين دول يبقوا مولاد عمي. كلامنا بلدي بنقوله بالنحو والعمي. وكل اللي موجودين يبقوا مولاد عمي. ولما شفتك لقيتك فيك ملامح من مرات عمي. يا 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 Thank you.
الخبر ابيض. والجلد تملي فؤادي
طويل قلبي يكون يا لابنيا اوسك دنيا اوزم فيكون مش عادي قلبي وابوني انت الدنيا والجلد كمان اللي فؤادي عاوز قلبي يكون ألمونيا أوزى الدنيا أوصم بيكون مش عادي كل الناس عشتين وأنا وياك ماشيين كل الناس عشتين وأنا وياك ماشيين ساكن بغيك معرف انت فين ايك مني زيك ما اتولدتني ساكن بحيك ما اعرف انت فين ايك مني زيك ما اتولدتني يا خاطبني بجيبك يا هاجرني وعيبك اني هواك جارح وبتعب دلوقتي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الدار كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين كلمة حلوة بتقولها الأم لبنتها والبنت بتقولها لأمها كل سنة وانتم طيبين والفنانين يعيشوا في صحة وعافية ويفرفشوكم وندهن الأراجوز بتجوكم عليك عوز تتكب نمت مرة وانا جعان حسب اوامر حكيم الاسنان وقال لي لازم تنام من غير عشاء احسن سعية وتحرمنا من الفرفشة الغرض بعد ما رحت في النوم بصيت لقيت نفسي في سبين الكوم وانا ماشي في شارع الضباب ادور على محل كباب بصيت لقيت محل مكتوب عليه مصمت الفنون لصاحبه توت عنخ آمون رحت داخل زي المجنون ساعة ما شافني قال لي بالاحضان كرفت يا ابو سلطان قلت له اهلا ازيك يا توت قال لي عاد وازاي والدك عم عنخ قال لي مش بطال وجدتك الحاج امون قال لي عاد قلت له لحقني احسن جعان بعد ما كانت قلت له عاوز كام قال لي نص ريال قلت له اللي معاه نص ريال قال لي يا كوكو يبقى قول لنا موال رحت اعمل له الاراجوز على جوز كوكو Thank you.
كل يوم يدلع عني وانا نزلت دلع عمل الأولاد. الله سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سيدنا؟ How are you؟ ودي من فضلك حضرتك تبقى صاحب البيت ده. الله بالذمه. اه والله بعد سنة. طب اسمع انا عاوز اقول لك كلمتين. طب قرب شويه اهو. وصي. اوصي نهبها. عشان اقول لك الكلمتين. طب اهو انا على باب الله وعاوز حسنة لله. يا عطيتهم يا رب. هتعمل لي ايه؟ هتضربك. تضربني؟ ايوه اضربك. طب اضربني كده لو كنت راجل؟ اضربك. ايوه اضرب. والله العظيم هضربك. طب ما تضرب، انا قدامك اهو لو كنت راجل وسربك في وشك استغرق كده ومد ايدك عليا. اضربك. ايوه اضرب. والله العظيم هضربك. طب ما تضرب، رجالة ايه الخشب ومضربة بوهية دي؟ انا قدامك اهو اضرب. ايوه اضرب. والله انت بتضرب. بتضرب. طب ونيم من الحجاب تعالى بقى. ثم أنهى هذا الفاصل بتقديم مونولوج الأرابوس.